روحي يا بنتي، روحي ما تشغليش نفسك بيا، شوفي ايه اللي وراكي. يا حاجة انتصار، دي عفاف اللي بتحبني ولا بتطقني هي اللي بعتني لحد عندك علشان عارفة ان انتي تعبانة قوي. الف سلامة عليك يا حبيبتي. الله يسلمك يا دناي، نفسي ربنا يمد في صحتي. ساعة واحدة بس راح احب على راس الست عادي، قول حقك علي. انا السبب، انا اللي ما عرفتش يا ربي. انتي هي اللي عملت فيكي كل ده. معلش، ان شاء الله ربنا هيديكي الصحه وهتعملي كل اللي نفسك فيه. في واحد اسمه كبداجي بيسعى سعادتك بره مع واحده. كبداجي؟ شايب، روح روح كلهم خلي تفضلها. هذا شو اللي صاير؟ لا 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 لا، انت غلطان يا هيمة، المفروض ما تلعب مع مروان وانت من تقدم. كتروا علينا، كتروا علينا يا شيخ قيس. عصفور تعال بسرعة. اسمع عصفور، اخذهم داخل واطلب الدكتور وخليه يجي بسرعة. بس انت زين سويت اللي جبت الحرباية هذه معاك. أنا من اليوم ورايح بعطيك الميدالية الذهبية في النساء. سلامات سلامات. بقى أنت كنت عاوز تبيعني للكلب اللي اسمه علوان وتلهف من ورايا 350 ألف جنيه وهو مش هيطلق. إيه الكلام الفاضي ده؟ مين اللي قالك كده؟ اللي قالي قالي يا حبيبي، كنت عايز تاكلني وتأكدني للراجل الغريب. يبقى الواد النجس اللي اسمه طاعون هو اللي قالك. يبقى هو بقى كلامه صح. وماله يا نجمة مصر، انت نسيتي نفسك يا بنت ولا ايه؟ ده بتصنع محلي معمول ايدي وعلى ايدي، خدتك ونظفتك وشغلتك وعليتك وخليتك نجمة مصر. ايه ببلاش ده؟ ملوش تمن؟ بتعايرني عليا عرة الرجالة، انك هزقتني وقلعتني، سايبها لك يا اخويا مخدرة، ابقى اطلع انت ارقص لهم. لا على مهلك شوية بس، تعالي استني. تنسيش نفسك انك انت ماضي على عقد لا مؤاخذه في شرط جزائي بمليون جنيه. عقد مين يا ابو عقد؟ العقد ده تبله وتشرب ميته. يا ولا يا ولا، ما تقطعش قلب امك عليك، حرام عليك اللي بتعمله في نفسك ده. لا انت فاكر قلب امك ده ايه؟ حته دبشه زلطه ما بتحسش. ده انا ما بنامش طول الليل عشانك ولا بدوق النوم، وانا سامعاك عمال تعيط زي العيل الصغير. طب قول لي اعمل لك ايه وانا اعمله؟ اروح لاخوها ابوس على رجله واقول له جوزها لك؟ طب خدني انت له، انا ما اعرفش سكته. خدني له وانا اعرف، والله العظيم والله خيبين عليا ما كنت ابوس على جزمته واقول له يجوزها لك. بس ما تعملش في روحك كده يا حبيب قلب امك. يا ولد يا ولا، حرام عليك اللي بتعمله في نفسك ده، حرام عليك. يا اخويا انت سايب لي نمرتك مع المحل كله. ايه قلت يمكن تليني وتتصلي. بص يا شيخ عمران، اللي عاوز البيت يدخله من بابه، مش يبعت يجيب معاه سمسار. والله انا خفت ما يصير بينا لغه حوار وانا ابغى نتحدد. انا هقول لك بقى كلمتين ابرك من الفيديو كليب. زين، خير الكلام ما جل ودل. انت عاوز تتجوزني صح؟ ايه صح. وانا موافقه بس ليا شرطين. اشرطي كيف ما بدك. الشرط الاول انك ما تخرجنيش بره مصر خالص. يا ستي يا ستي، السمكه حيمه بتخرج من المي بتموت وانا ما ابغى اموتك. يا اخي ان شاء الله تسلم لي. الشرط التاني بقى انك تشتري لي الكباري بتاعنا كله وتكتبه لي باسمي. لا كتير كتير يا ستي ناني. اخصى عليك، كتير عليا انا؟ لا ما في شيء كتير عليكي، بس اخشى ان عزوز ما يبغى يبيع.
عزوز ده كلب فلوس، اسألني أنا، يعني لو رميت له عظمة زيادة ينزل على جزمتك يلحسها. زين الجول، بس بقى أنا عندي شرط واحد عشان أقبل شروطك. وكمان هتشرط؟ لا تأخذيني يا ست. قول لما نشوف. أنا هشتري المحل، زين؟ زين. وهكتبه باسمك، زين؟ زين قوي. بس والله ما ترقص المخلوق غيري. وارقص ليه؟ هو أنا هشتري كباريه عشان أرقص؟ لا رقصة ولا منيلة. أنا هشتري كباريه عشان أديره كله زي عزوز كده. نعم. مساء الخير. مساء النور. خير، في شيء؟ أنا ساكن في السويت اللي جنبك، وبعدين في الحقيقة يعني أنا لما عرفت إن أنتي ساكنة هنا في نفس الأوتيل يعني قلت أجي أونسك وأسلم عليكي. وأنتوا عندكم بمصر لما تحبوا تسلموا على واحدة بتدقوا عليها باب بيتها أو أوضة نومها؟ عندكم بمصر ما في شيء اسمه ذوق ولا احترام؟ لا 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 طبعا، احنا عندنا في مصر كل الذوق والاحترام طبعا. لا 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 خالص، لا لا لا. وبعدين انت فهمتيني غلط، انا مش قصدي حاجه. وبعدين انا فاكر ان انت عشان خاطر عايشه في اوروبا الحاجات دي ما تفرقش معاكي، لكن انا اسف جدا، انا ما اقصدش اي حاجه. شفتي بقى، شفتي، انا كنت جاي مخصوص عشان خاطر كان في معلومات مهمه جدا عن الشغل كان لازم اكلمك فيها، وهو ده السبب اللي خلاني ادور عليك. يعني حصل خير، تقدر تنزل تنتظرني تحت وانا بحكي مع مستر عماد لانه هو المسؤول عن شغلي هون وبلحقك. تمام خلاص، انا هنزل استناكي تحت، بس يا ريت بلاش مستر عماد عشان خاطر المعلومات اللي عندي حابب اقولها لك لوحدك يعني. ها بفكر، بنشوف شو هي المعلومات الخطيره تبعك. تمام، انا استناك تحت وخدي راحتك خالص، وبكرر اسف، يا انا اسف. هاتلي قناه التت يا ولا، عايزه اتعلم الرقص عشان اغلب البت نوال. يا خرابي يا حاتي، ابني ابني يا خرابي، عملت في حق كده ليا ولا؟ عملت في حق كده ليا ولا؟ يا ليه كده يا ولا؟ انا ما عليك تحرق البومك عليك، ليه كده يا ولا؟ يا خرابي يا خرابي يا ابني 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 قتلوني يا ناس. حبيبي يا سوكا، رد عليا يا ولا، يا ولا ده امك يا ولا، رد عليا، ما تسيبنيش وتحرق قلبي عليك كده يا ولا. ارحمني يا رب يا ولا، انا ماليش غير ده، انا عايشه عشانك يا ولا، انا عايشه والله عشان، انا ماليش حد عشان، انا يا اخويا حبيبي حبيبي يا سوكا. عاجبك اللي بيجرى فينا ده يا شكري؟ الواد هيروح في شربه ميه يا اخويا. اهدى يا ام سوكا، ان شاء الله هينقلوا له شويه دم ويعملوا له العمليه وهيبقى زين بحق جه مصطفى ان شاء الله. يا رب يا اخويا يا رب. طول عمره ابوه وهو صغير يقول لي الواد سيد ابنك ده ابن موت، اقول له حرام عليك يا راجل، ما تفوتش على الولد، قلبي بيوجعني. كنت اتخانق معاه وهو اللي مات اهو، راح وساب لي الواد، ما عادش ليه حد في الدنيا غيره، هو عكازي وانا عكازي. يا عكازي اهدى يا مسوق، يا عكازي. بقول لك ايه، اديني تليفون. ما فيهوش رصيد يا اخويا. الو، السلام عليكم يا هاجر. يا بنتي، عمك شكري معاكي. تاخذنيش يا بنتي، بتصل بيك في وقت متاخر، بس معلش الظروف بقى. عاوز اقول لك ان سوكا حالته حرجه خالص في المستشفى، واحنا موجودين معاه. بطلب منك طلب يا بنتي، سايق عليك النبي لا تيجي تجري. ايوه تعالي، انت لو جيتي هتفرق معاها كتير قوي قوي. انت عايز نقعد معاه لوحدي؟ انت فاهم يعني ايه؟ هعك الدنيا، ده انا مش متلميه على جدتي من دقيقتين العمي اللي جالي فيهم هنا. اسمعي الكلام اللي بقولك عليه يا كوريا، ما تنزليش قبل تلت ساعه لحد ما اكون بعتلك حد تبع عماد يقعد جنبك. وخليكي تقيله كده وراسيه، وما ترديش عليه بسرعه،
مهما قال لك حاجه لا تقولي اه ولا لا، قولي له هفكر. نعم يا اخويا. انت مالك؟ بقولك انت مش عاجبني، انت مال حالك مال كده؟ اقول لك جالي السويد تقول لي وماله، ودلوقتي تقول لي وطلب منك حاجه وقول له هفكر؟ ليه ان شاء الله فاكرني ايه؟ وانت على طول حاطه دماغك شمال كده؟ بقولك لو طلب منك حاجه يعني في البيزنس في الشغل مش حاجه شمال غلط. وبعدين خلي بالك هو بيسيستم دماغك دلوقتي وهيكلمك في مشروعات عشان يسرقك وياخد فلوسك. لا تردي عليه بقى ولا لا، قولي له انا هفكر وهرد عليك. فهمتي؟ ماشي. والنبي انا حاسه ان انت اللي هتوديني في داهيه، انت وسمروان الزفت بتاعك ده. اله ربنا ياخده وينتقم منه ويحرقه بجزوزي قادر يا كريم. طب اتاخري شويه، هو هيستناكي وانا هكلمك اول ما الراجل بتاعنا يكون تحت، وعلشان خاطري ما تلبخيش الدنيا يا كوريا. ماشي، باي يا اخويا. يا رب استرها معايا قادر يا كريم، انا ماليش غيرك انت عارف. حصل له ايه يا مسوق؟ انت اللي جابك هنا يا دي البنت، انت اللي جابك هنا. هو انت من يوم ما عرفك ما شافش انا ولا راح. يا شيخ حرام عليك، عايزه ايه منه؟ الواد هيموت نفسه وكان هيموت فيها. عايزه ايه؟ ده انت ايه يا شيخ؟ روحي كده اشوفه. طيب ابص عليه بس احمد. الحمد لله بقى كويس يا هاجر يا بنتي. عملوا له العمليه ان شاء الله شويه كده ويفوق من البنت. استر يا رب. لو سمحتي لو سمحتي، هو انا ممكن اخش ابص عليه؟ لا والله مش هينفع، عشان خاطري انا ممرضه زميلتك في مستشفى المبرة. لو سمحت اتفضلي. شكرا قوي. طبعا انا بعتذر لك جدا عن سوء التفاهم اللي حصل ده، صدقيني ما كانش مقصود، بس انا كنت عايز اشوفك واكلمك وما قدرتش امسك نفسي ابدا لما عرفت ان انت ساكنه معايا في نفس الاوتيل. حصل خير؟ اهلي بالشام متشددين مثل ما بنسمع عن الصعايده عندكم بمصر، وانا متربيه على هيك ما بيجوز اغيره. انعم واكرم، بس غريبه قوي ان اخواتنا في الشام يبقوا متشددين قوي كده. بس عموما انا غلطان، عشان كده ارجوكي ارجوكي اقبلي اسفي. حصل خير. عظيم، يلا اتفضلي اشربي. شكرا ما بدي. لا ما تقوليش ان انت ما بتشربيش. ما فيش بيزنس وما في الدنيا ما بتشربش. يلا ما بشرب كتير. يلا عشان خاطري المرة دي بس. يلا تفضل. خليك هنا أحسن. شو هي المعلومات الخطيرة اللي بدك تقلي إياها؟ بص يا ستي، أنا في البيزنس ما بعرفش أزوق الحقائق، لأني عارف إن البيزنس ده عامل زي الرصاصة، يا تصيب يا تخيب، ما فيهاش تهريج. عشان كده أنا حاسس إن الموضوع ده فينا صبايا. نصبايا؟ شو نصبايا بعيد الشر؟ الموضوع بتاع المنتجع السياحي اللي انت عايزة تفتحيه في الساحل الشمالي في مصر. في نصبايا كبيرة، ومش أي نصبايا، دي نصبايا كبيرة قوي. شو؟ أنا لما جمعت المعلومات مع بعضها بصراحة كنت لازم أنبهك، مش عشان خاطر بس أنا خايف عليك، لا عشان خاطر حس الوطني، عشان اللي هيخدعك ده مصري، وما ينفعش انت تاخدي صورة ان المصريين كلهم وحشين. لا خالص، المصريين حلوين وحلوين قوي، واي حد يعمل غير كده يبقى استثناء عن القاعدة. مصر ام الدنيا يا زلمة. عماد ناصف دوت ما زارش مصر من 8 سنين، يعني ما يعرفش اي حاجة عن مصر، والمبالغ اللي حاططها لك في الميزانيه دي مبالغ كبيره جدا ومبالغ فيها، وانا لما جيت حسبت الاحتمالات لقيت ان انت هتخسري بنسبه 500%. يعني لو حبيتي تكسبي اي قرش مش هتكسبي اقل من 10 15 سنه عقبال ما تعرفي تكسبي، بالتالي ده هيعمل لك هدك كبير جدا في راس المال، ودوره راس المال هتلاقيها حصل لها انها تقف. مالك يا ديما؟ في ايه؟ انت عينيكي وجعاكي؟ مالك عامله حاجه؟ لا مو معقول. أنا وصيت المكتب تبعي بالشرق الأوسط وأكدوا لي إنه المشروع لوز اللوز. لوز اللوز؟ نعم. إيه لوز اللوز دي؟ إيه إيه؟ مو هيك بتحكوا بالمصري؟ ها الأفلام الأفلام فظيعة. لا فعلاً إحنا بنحكي في المصري كده، بس أنا عايز أقول لك حاجة، أنت لو عايزة تستثمري فعلاً ما ينفعش تستثمري في مصر، هما ثلاث دول اللي ممكن تستثمري فيهم، لندن والمكسيك واليونان، هم الثلاث دول
وانا عندي افكار كويسه جدا ان احنا نعرف نستثمر فيها فلوسنا في الدول دي ومكسبها سريع جدا، لكن مصر لا، ما تحطيش فلوسك في مشروع خسران. والله ما بعرف، بفكر وبخبرك، بس المشكله اني عملت كتير استعدادات من شان مصر، بس بفكر. يا رب يا هاجر، هاجر حبيبه قلبي، ياما الله كداكي فين يا هاجر؟ طار انا مش هغني تاني يوم خلاص، ادعيلي ياما والنبي يا عزوز، ادعي يا عزوز. بص يا اخوي، انت عريس ما تتعيبش، ومليون واحدة تتمناك، بس انا بقى قلبي مع غيرك. انت ترضى على كرامتك تتجوز واحدة قلبها مع غيرك؟ انا قلعت الدبلة خلاص، هبعتها لك هي وحاجتك كلها مع واحد قريبنا اسمه لوستا شكري. أيوة ده آخر كلام، ربنا يرزقك ويكرمك مع واحدة تانية غيري. مع السلامة سوكا، أنا بحبك أوي يا سوكا، وما أقدرش أستغنى عنك أبدا، وما ينفعش أكون لحد غيرك. حبيب امك، حمد لله على سلامتك يا قلب امك. شوف اديني جبت لك حبيبتك اهي اللي انت بتحبها وبتموت فيها. ايه رايك في امك بقى؟ ربنا يخليك ليا يا ماما، ويخليك ليا يا حبيبي. ضحك في الاخر يا شيخ جاسم، والضربه اللي ما تقتلش كبداكي بتقويه. يا حلوكم يا مصريين، عندكم امثال حق كل شيء. عارف يا شيخ جاسم؟ خير يا كبداكي. الواد مروان ده برنس، دماغ ابن الكلب. صحيح مصر ولاده. كبداكي الحين انت بتقنعني انك معجب في مروان؟ طبعا ده انا معجب بيه جدا كمان، اصل انا شيخ جاسم بشجع اللعبة الحلو. هو صحيح جاب فيها جون وفي المقص كمان، بس الماتش لسه ما خلصش. كبداكي مروان هذا خطر، فاهم؟ لازم يموت، انا تصير حياتي في خطر اذا عاش مروان. انا لازم اقتل مروان علشان انا اعرف انام وارتاح في حياتي. ماشي، بس اتقل سيكا على الموضوع ده عشان في مصلحة عايز أطلعها منه الأول، وبعد كده هسلمه لك تشطفه كيف ما بدك. بس أنا ليه عندك طلب يا شيخ جاسم؟ خير آمر. السكة هنا ما بقتش أمان، أنا عاوز لما نرجع مصر تاخدني تحت دراعك. كبداكي، وهذه اللي خليتنا نوقف يمها ونقطع لها تذكرة، ها؟ هذه عقرب، عقرب ما تتأمن. مش عشانها، عشان امها، ست غلبانه وعيانه، خليها ترجع لها. وكبداكي راجل يا شيخ جاسم، ما يبيعش حرمه من بلده في الغربه ابدا، حتى لو كانت واطيه زيها. والنعم فيك. متشكره يا ابراهيم، كتر خيرك. والله والله لو مو علشان كبداكي كان دفنتك انت ومروان في تابوت واحد ودزيتكم حق رب العالمين علشان يحاسبكم على اعمالكم القذره. اتكلي على الله يا نجوان، شوفي طيارتك ورجعي لامك، وما توسخيش تاني، مع اني عارف ان ده دق فيكي. صحيح اللي ما يلاقيش قلة الاصل برشام يضربه حقن. قررت المحكمة اخلاء سبيل المتهمة هايدي ابو طالب سيد السنهوري بضمان مالي وقدره 100,000 جنيه مصري، وإلا يستمر حبسها لمدة 45 يوما تبدأ من نهاية الحبس السابق. الله يخرب بيوتكم، ده شربني منكر. الله يتولى عفنا، ارجو هنما ديرها كريم. منكر؟ معلش مفيش مشاكل. مش مشكلة ايه بس؟ ده بينجس البق 40 يوم. يا ستي اغسلي سنانك بالمعجون كويس وانتهينا. اغسل سناني؟ ليه ان شاء الله؟ ناقص تقولي اغسلي رجلك قبل ما تنام، وانت بتكلم من اختك يا اخويا. اسمعي يا كوريا، احنا خلاص قربنا نوصل اللي احنا عايزينه. المرة دي قال لك اشاركك في اليونان او في الدول اللي ما فيهاش تسليم مطلوبين. المرة الجاية هتقفلي معاه على اساس انك رايحة مصر.
وتسيبيه خالص وتعملي نفسك مش مهتميه بيه تماما. والنبي اعمل ايه دلوقتي في بق؟ الله يسامحه، انا حاسه ولا اللي لابسها كلب اسود واجرب. طب اقول لك على خبر يفرحك؟ قول اخويا بدل ما انا متنكده كده ليل نهار. هايدي جولي مالها؟ صدر لها قرار افراج. والنبي جد؟ يا الف نهار ابيض، يا ما انت كريم يا رب، الحمد لله. طب بقول لك ايه، احنا بقى ننزل على مصر؟ هنفضل مرزين هنا نعمل ايه؟ نرجع مصر نعمل ايه؟ ده قرار افراج بكفاله. يعني هايدي لسه في قطر ولازم نرجع مصر بسرعه بالفلوس قبل ما يتحكم عليها. بس يلا مش مهم، المهم انها بصمت على الاسفلت بجزمتها عقبال ما تاخد البراءه الكبيره يا رب. ماشي اخويا، يلا سلام بقى. سلام 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 اخويا. اوه ما فيش فايده، ما احنا في بلد اجنبي بقى، ما هي سلطه، هنفضل رايحين جايين لبعض في السويطات. ماشي والنبي لا اديك وش المره دي. انت ما بتفهم يا نصيبتي؟ كبداكي اللي جراها لك اللي دهولك كده؟ تعال يا كوريا، تعال يا اخويا، تعال. ده انا اكلت علقه يا كوريا. من مين يا اخويا؟ ما كلهاش حمار. سلامتك يا اخويا. سلامتك. طبعا نورتي بيتك ومطرحك يا روح بابي. يا بابي ده البيت وحشني قوي. تعال تعال يا علاء ادخل. شايف البيت ده؟ كل حته في البيت ده ليا فيها ذكرى. انا حاسه ان انا بقالي سنين طويله سايبه البيت، كاني سايباه من لما كنت صغيره. الحمد لله على السلامه يا حبيبتي. الله يسلمك يا حبيبتي. تعال تعال. هنا بقى كنت اقعد اذاكر وانا صغيره، وكان بابي ما يشغلش التلفزيون عشان ما يضايقنيش، يقعد بس كده يتفرج عليا ويذاكر لي. العمود ده ياما رسمت عليه ولونت وشخبطت. هنا بقى في الكورنر كان في بيانو صغير كنت اقعد اعزف عليه، بس ما اقولكش عمري ما عزفت مقطوعه واحده صح. انا مبسوطه قوي يا بابي، ونفسي اعمل حاجات كتيره قوي. يا حبيبتي انت دلوقتي تقدري تعملي كل اللي انت عايزه تعمليه. عايزه اكلم كوريا وسندس ونادر، وعايزه اروح لبيوتي سنتر عند دينا، عايزه اعمل شعري واعمل مانيكير وباديكير، وعايزه اعمل مساج بابي. نعم. نفسي اكل سوشي واسافر واروح البحر وانزل البول بابي. نفسي اعمل حاجات كتيره قوي، وعايزه على الاقل اعدي من تحت الفيلا والشركه. شوفي بقى انا هعمل كل ده وانا قاعد هنا، اما اللف ودوران وفسح انت ومعاكي حضره الظابط. طب يلا يا علاء ننزل. هنروح فين بس؟ ماليش دعوه، انا ما خرجتش عشان اقعد هنا في البيت، عايز اروح اي حته. نفذ الاوامر يا سياده الرائد. تمام يا فندم. وكشفنا انا ونجوان وطلع علينا كلاب. نجوان رجعت على مصر وانا قاعد له هنا. تري الدنيا دي بحر يا كوريا. قالوا احنا اللي فاكرين نفسنا سمك كبير، اترينا بولتي في وسط الحيتان اللي بره. بس انا قاعد له مش هسيبه، مش هرجع مصر غير لما امحيه من على وش الارض. يا لهوي يا امه يا لهوي، استرها علينا يا رب. طب اقول لك يا اخويا، ما تقصر الشر وترجع على مصر، مش وقت طار دلوقتي، انت حياتك برضو مهمه مهمه يعني. طب وانت يا كوري، هسيبك هنا ولا انت عجبتك القعده في الفنادق وسط الرجاله المبادل دي؟ هو انت بتغير عليا كبدكي ولا ايه؟ غير ايه؟ غير ايه وهبل؟ غير ليه؟ كبدكي ده ارجل من اي راجل. هلا غير ايه؟ بغير، ايه المشكله؟ بغير. يعني عرفت يعني ان كوريا مو زي كبدكي؟ عرفت ان هدمتين الرجال اللي الواحده بتلبسهم وهي بتشتغل في الشوارع عشان بس تتدرى من عيون الناس؟ اسره، انا قاعد هنا في ظهرك حمايه ليكي لحد ما الافات اللي معاكي دول ياخدوا الفلوس وننصص معاهم، لان البنك ابو خزنتين يا كوريا بيشيلوا اتنين. ها؟ قول كده بقى. اتاريك داخل عليا بالحنين وبالسهوكه، اتاريك عشان تنصص. ايه المشكله؟ وايه المشكله لما نصص؟ لو ما نصصتيش مع كبدكي هتنصصي مع مين؟ اللي ياكل لوحده يزهق يا كوريا. راجل انت الحرام في دمك، انت ما بتزهقش منه ليه يا كبدكي؟ لا عايزنا نعمل كده مع ناس ما شفناش منهم العيب، دي ناس نظيفه. اقول لك على حاجه، ارجع على مصر، ارجع على بطن البقره يا كبدكي، وانا اول ما اجي ننصص ونعمل اللي انت عايزه. قول لي ليه عند التاني حاجه ياخدها. بطن البقره ايه يا كوريا؟ البقره ماتت خلاص، انا فيها لا اخفيها. انا ياكل نص الفرخه دي يا الا ما حدش هيدوق ريشه. انا تليفون صغير لمروان يبوظ ام الليله دي على نفوخك. طب وانا بقى مقطعه البطاقه كبدكي ومش لازمان، واقول لك على حاجه، من غير تليفونات، سي مروان بتاعك ده في السويت اللي جنبين، روح له قول له على الحوار كله ولا يهمني، خليه يجي يقتلني. ولا اقول لك بردك تعالى انت قتلني بداله عشان هو يفضل بيه ما يوسخش هدومه، تمام كده اهو؟ يعني ده اخر خط الكلام معاك يا كوريا؟ يا كبدكي،
مات الكلام ده، مات واتدفن وخدنا في العزة كمان الفاتحة على روحه بقى. طب تعيشي وتفتكري يا كوريا. تعيشي وتفتكري يا اختي. مظبوط يا اخ عزوز. امال مظبوط المظبوط يا شيخ علوان. وعلى فكره بقى انا ما بعدش اخوانا، لا انا بس بملي عيني وايديا من الفلوس. الكبريت ده غالي عليا قوي يا شيخ علوان، الكبريت ده في شقه عمري، لولاك انت ونجمه مصر انا كان لا يمكن افرط فيها ابدا. انت هتمثل يا عزوز؟ ده انت لاهف مليون مقفول فوق تمنه اللي يستاهل. بنتعلم منك يا نجمه مصر، والمليون الزياده ده بقى عشان فيه من ريحتي، ولا انا ريحتي ما تسواش مليون جنيه؟ طب امضي يا زيزو على العقد، ومن بكره النجمه تقابلني انت والاستاذ في الشهر العقاري، مفهوم؟ وماله يا نجمه مصر؟ الف مبروك يا شيخ علوان. الله يبارك فيك. على المحل وعلى العروسه. طب يلا وجع على العقد عشان نوجع عقد الجواز راخ. ربنا يخليك ليا يا لولي. لولي؟ العب لولي يا استاذ العقد بسرعه هات، لحسن الشيخ علوان مستعجل على الاخر. بص بقى طال عمرك، انا عايزه يافطه كبيره قد كده يبقى مكتوب عليها كازينو ناني. اه اكبر يافطه فيك يا شارع الهرم. بص يا نادر، الواد ابراهيم ده بعد ما راح لكوريا وقعد يعمل الهيصه اللي عملها دي ويهددها في الاوضه، وجوده هنا في اليونان بقى خطر. يعني هنعمل ايه يا عماد يعني؟ بص انا شايف ان احنا نقول له ماشي خد نص الفلوس لحد ما الفلوس ترجع وهايدي تخرج من السجن، بعد كده يبقى يخبط دماغه في حيط بقى. الواد ده لبط ومن بيئه واطيه ومش هيفوت الموضوع كده، وهيعمل مشاكل. الواد ده لازم يطير. هيطير ازاي يا عماد؟ يعني ايه ازاي؟ ما نعمل له اي مصيبه ويرحلوه على مصر. طب ما هو ممكن يكلم مروان من مصر، هنبقى عملنا ايه؟ بس الواد ده وجوده في اليونان خطر. اسمع، فاكر لما كوريا قعدت معاه وزنقته في الكلام وقالت له روح قول لمروان؟ ما راحش وما اتكلمش. معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان احنا لازم نقعده قعده ثانيه مع كوريا، نخليها تضمن لنا ان هو ما يفتحش بقه، وبعد كده بقى برحله بقى لو عايز. مش مضمونه دي كمان، كوريا ذات نفسها ما ينفعش تقعد مع مروان تاني. انت نسيت يا نادر؟ لوز اللوز. شوف يا عماد، مربط الفرس ان احنا نشوف طريقه تضمن ان ابراهيم ما يفتحش بقه. ثانيا بقى نحاول نقلل عادات مروان مع كوريا على قد ما نقدر. يا دكتور لو سمحت، هي ماما عامله ايه دلوقتي؟ نجوان؟ ايوه، ممكن تطمنيني؟ دي نجوان يا دكتور بنت حاجة انتصار اللي جوه. انتوا كنتوا فين؟ احنا كنا بندور على اي حد من اهلها من بدري. معلش يا دكتور، اصل انا كنت مسافره بره مصر ولسه راجعه دلوقتي، وبعدين انا عامله حادثه زي ما حضرتك شايف اهو. طب انا عايزك تدعي لها لان حالتها بقت حرجه جدا. ايه؟ هي حالتها بقت حرجه جدا؟ طب انا ممكن اخش اشوفها؟ مش هينفع تشوفيها دلوقتي، هتتابع الممرضه وانا هقول لها امتى بالظبط مواعيد الزياره بعد اذنك. الاكل هنا في منتهى الجمال. ايه بس مفيش اطعم ولا الذ ولا اجمل من البنات السورية، قصدي من الاكلات السوريه. بصراحه اكلهم لا يعلى عليه. انت بقى بتحبي ايه؟ بتحبي الفتوش ولا المكدوس ولا خبز الصاج؟ بحب اطبخهم كلهم، وخصوصا خبز الصاج، انا شاطره فيه كتير بعمله منيح. ياه. ايه بقى معقوله واحده زي القمر زي كده بتخبز بايديها؟ طبعا. قلت ايه بقى في اللي انا قلته لك؟ مالك في ايه؟ فكرتي في اللي انا قلته لك؟ ايه فكرت. ها ايه بقى؟ لسه ما اخدت قرار. ليه بس؟ انت عارفه انا جات لي فكره بمليون جنيه. ايه رايك نفتح سلسله مطاعم للاكل السوري في اليونان، ونبدا من 50 ل 100 فرع مره واحده؟ صدقيني هنكسر الدنيا. لا ماني متحمسه. ليه بس مش متحمسة ليه؟ الله، وبعدين دي فكرة حلوة جدا، وبعدين الحاجات الفولكلورية دي بتشد الناس هنا قوي. شوف أنا عندي خبراء وشركاء ممكن أستفيد منهم بكل أنحاء العالم. لكن هلأ بدي أشتغل بمصر، المكتب تبعي بالبرازيل بيشوف إنه هاي أفضل فرصة حاليا. طب أنا مش فاهم مصر ليه يعني؟ طب ما أنا وإنتي هنا هوت مع بعض وممكن يعني نكسب هنا برضو. لأنه هي بلدي التانية، وهي كانت أمنية والدي. وبعدين أنا ما بحب الشراكة، السبب الوحيد اللي ممكن يخليني أشارك واحد مصري لو راح يساعدني بمصر. وبكل الأحوال أنا خلص جهزت كل شيء لحتى أروح على مصر، وكتير مشتهي أشوف إذا كانت مثل ما بتطلع بالأفلام.
يا ديما أنا بصراحة مش موافق، الأفلام حاجة والواقع حاجة تانية. اسمحي لي يعني أن أقولك أن أنا مش موافق، لأن أنا مستحرم أن أنت ترمي فلوسك كده، مش معقولة. أنا من رأيي أن أنت تأجلي خطوة مصر دي لغاية ما أنا أفكر كده وأجيب لي 5-6 أفكار وهكلمك في التليفون ونحدد قعدة تانية، وأنا متأكد متأكد جدا أن أنا هقنعك في القعدة دي إن شاء الله. بفكر بفكر. عايز تسيب الهلومة دي كلها وتموت روحك وتضيع نفسك يا ولا؟ أسيمين بس يما، وفي كم هاجر يما في الدنيا؟ هاجر دي روحي يما وعقلي وعناية اللي بشوف بيها. وامك يا ولا، امك حبيبتك يا ولا، امك اللي شالتك في بطنها 9 أشهر واحنا على وقت يا ولا. ها اخصى عليك اخصى عليك يما. الواحد من غير الام حالته تغم يما. ربنا يخليك ليا يا حبيب امك. انت مين يا جدع انت ومين اللي بعتك؟ الله، هو كل ورد ورد يا خساره الفلوس. احنا عايزين شويه برتقال شويه موز، حاجه كده ترم الجته وترم العضه. هو انت هتفضلي طول عمرك كده يا وليه؟ عمرك ما هتتغيري. يلا يا قصه بكري استناني يا اخويا في عربيتي المرشيدس. اه ده استكول مرشيدس يا اختي. اسم الله اسم الله اسم الله. الله يرحم التوك توك اللي كنت بتركبيه وتلفي به الحته وتخلي العيال الصغيره بتوع الحاره يصوروكي بالمحمول عشان ايه؟ قال تتمنظري على مخاليق ربنا. بقى كده برضك يا سوكا؟ بقى كده يا اخويا ده كلام؟ عايز تموت يا اخويا كافر وعشان خاطر ايه؟ يلا معلش انا لقيتك بقى غايب عن نمرتك فمرضتش اعمل لك خصم. خصم وسطك من جتتك يا ولية انت، ويقعدوا يدوروا على بعض كده هو. مالك انت ومال فلوس ابني حبيبي؟ مالك انت؟ الله، اشتريته باع وشرى بكل اللي شغالين فيه. اشتريتيه بقى ازاي يا نوال؟ وجبت الفلوس دي كلها منين؟ ده بملايين. مهري يا اخويا جوزي الشيخ علوان كتبهولي مهري. اه ده غير العربيه المرشيدس والشقه ال7 مطارح اللي بتطل عني. ربنا يزيدك يا نوال. اي والله تستاهلي كل خير، ده انت بنت الامره. حبيبتي حبيبتي والله يا موسوكا. وانت بقى يا سوكا عايزاك يا حبيبي تقوم كده بالسلامه. اه الكباريه من غيرك ملوش لزوم، وممكن تبقى تجيب البت الحلوه معاك دي ترقص. عشان انا خلاص يا اخويا مسكت دلوقتي الاداره وبطلت رقص عشان جوزي الشيخ علوان بيغير عليا يا مو. تشتغل ايه؟ اطلع بره اطلع بره بدل ما حجزت لك سرير هنا جنبي. يلا اطلع بره اطلع بره. يا بت يا حلوه انت تعني كلنا ايه يا بت؟ عسل يا حبيبتي. تلبسينا ابيض كده ليه يا اختي؟ عشان زي ما قلت لك بابي هيطلعك تعملي عمره انت ومرات عم شكري. انا مش وقتك تعملي عمره، اول ما نطمن على هايدي. وانا ان شاء الله لما اخلص هاخدك ونطلع نروح نحج. يلا يا حاجه بقى يلا، لحسن كده الطياره هتفوتك. ايه ده بيقول لي يا حاجه؟ ايوه يا حاجه سندس. انا هحج يعني، انا هروح هناك املس على شباك النبي والف كده مع الناس اللي بيلفوا حوالين الكعبه. اه يا حبيبتي يا رب يا رب ان شاء الله. يا حبيبتي انا بقى هناك هجيب لك ميه زمزم انت وسعد. سعد بيحب البيض. قولي لي هو الدكتور قال لك ايه؟ انا ممكن اخش اشوفها؟ عايزه تدخلي لها تعملي لها ايه؟ مش كفايه اللي هي فيه؟ انت مالك انت؟ انت بتكلميني كده ليه اصلا؟ انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ انت حته ممرضه على فكره، وانا مش بستاذنك، انا بقول لك الدكتور قال لك ايه؟ انت تجاوبيني على قد السؤال. الدكتور قال الزياره مسموح بيها بس في حدود، وقال انها ما تتكلمش. وعلى فكره انا قلت لها ان انت بره وهي مش عايزه تشوفك. ياه طب ايه كده؟ انت رايحه فين؟ انا رايحه اخش اشوف مش مهر. هينفع بعد اذنك اتلمي بقى بدل ما ندهلك الامن. يا سلام هي حصلت تجيبي لي الامن؟ انا رايحه اشوف ماما. بعدين تبقي تشوفيها. قلت لك يا ماما مش هسيبك تاني والله. انا خسرت كل حاجه، انت بس اللي بقيالي عشان خاطر يا ماما. قومي عشان خاطر وائل. ليه يا بنتي عملت فيكي ايه عشان تعملي فيا كده؟ انتي يا بنتي انتي خدتي ايه من ورا كل اللي عملتيه ده؟ الله يسامحك
الله يسامحك يا بنتي. أنا عاوزاك أنت تسامحيني يا ماما، والنبي عشان خاطري سامحيني. أنا والله سبتك غصب عني، أنا سافرت عشان أجيب لك الفلوس وتعملي العملية وتبقي كويسة. كنت عاوز أشوفك مستريحة وأشيل عنك التعب، كنت عاوز أفرحك، كنت عاوز أعمل لك حاجات كتير قوي عشان خاطري سامحيني. ماما ماما يا ماما ماما، عشان خاطري ماما ما تسيبنيش لوحدي، عشان خاطري انا مليش حد غيرك يا ماما، عشان خاطري يا ماما ابوي يا ماما. اشهد ان لا اله الا الله. ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده يا كوريا؟ طالعه من الحمام على هنا على طويه ده يو، وانا مالي خال؟ ماما اللي بيلبسوني كده، وانا اعلي خاوي يا مالت. ماشي ماشي، استنى استنى خال. الو ايوه يا ديما، ازيك عامله ايه؟ وحشتيني كتير. الو ايه الدوشه اللي عندك دي؟ انا هون في مصر، هاي دوشه مصر، الله عليها الله يحميها، بتاخد العقل. عقلي ايه؟ ايه المسلسل السوري اللي انا بسمعه ده؟ يلا خال يلا، غطي نفسك غطي نفسك، بس مش جبعانه بطلي فضايح، تعالي. انتهى بالياض يا كبتاكي ولا عبيط؟ عامل ناصح ومفتح وفرق علوز، بتتنطط يمين وشمال، وانت في الاخر محبوس في علبه صفيح قد علبه السجاير، كل ما تنط نطه تروح مرزوعه واقع مدروخ شويه وتقول عيب انا جدع، وتقوم تنط تاني وتروح مرزوعة تاني. لما ادي منظرك في الآخر متكحول ومتكحرط، مفيش في جيبك 20 بلبل مصري ولا يوناني، وقاعد مع واحد راجل شيخ بيعطف عليك ولا كأنك عويل، كان فيها ايه يعني لو فضلت قافش في ايد البت كوريا لما مدتها لك مليون مرة؟ مش بدل ما انت واقف لوحدك في آخر الدنيا خسران كل حاجة، بلدك ومزيتك وعيشتك اللي كنت عايشها برنس على شوية عيال شبهك. لا الحكاية كده مش جايبة همها، أنا لازم أرجع مصر، لازم أرجع. هنسافر سوا، احنا أسبوعين وننبسط، سيس كان قون فو إنو غفيان، نرجع تاني. هو بو كده فاكر نفسه إيه يا أختي؟ مهند. مروان تاني؟ أيوة سي زفت، أنا هكلم نادر. الو ايوه يا نادر. ازيك يا هايدي عامله ايه؟ كوريا عامله ايه؟ كويسه؟ والله وحشتني جدا، وقتينا وحشه جدا من غيرها. اسمعني يا نادر، كوريا دلوقتي بقالها عندي اسبوعين، ومروان كل يوم عمال بيتصل وهي ما بتردش عليه، وانت كل ما بكلمك بتقول لي اطمني. انا خلاص الجلسه بتاعتي اتحددت، مش مستعده استنى لغايه ما الاقي نفسي محكوم عليا. بقولك ايه، ابو طالب بيه وكوريا عندك؟ عندي. ليه في ايه؟ طب افتحي السبيكر يا هايدي من فضلك، وخليهم يسمعوني وانا هفهمكم على كل حاجه. طيب ماشي. وي وي بابي. ها تعالى يا بابي دقيقتين. حاضر. انا كان لازم استنى وقت مناسب بعد ما كوريا رجعت مصر علشان اتاكد ان مروان اقتنع انه ممكن يطلع من وراها بمصلحه كبيره. دلوقتي يا كوريا لما مروان يكلمك لازم تردي عليه، وانا هحفظك تقولي له ايه بالظبط. وكمان انا اتاخرت علشان لما اظهر لمروان ما يشكش ان في اي علاقه بيني وبين كوريا. ايه هتظهر لمروان؟ انت كده هتبوظ كل اللي احنا عملناه. ولما انت يا اخويا ينفع تظهر له؟ ممرمطني معاك ليه من اولها؟ يا جماعه اسمعوني بس، مروان دلوقتي هيتجنن علشان يرجع مصر، نفسه مثلا ينصب على كوريا في 100 مليون دولار، وطالما هو عايز يرجع انا بقى هرجعه، واول ما يجي مصر هيتقبض عليه وياخدوا منه الفلوس وكوريا تختفي. لا طبعا مروان مش عبيط، قبل ما يرجع هيكون محول كل فلوس البنك من هناك، وهيخلص كل الاجراءات القانونيه بتاعته علشان ما يتقبضش عليه لما يرجع مصر. ايوه يعني انا كده ابقى خلصت؟ طبعا لا، انت هتظهري له تاني بشخصيه ديما عباس، وهتدخلي معاه في مشروع احنا هنرسمه لك، وبعد ما تاخدي كل الفلوس اللي معاه هيكتشف ان كل الكلام ده كان بلح.
يعني هو كده مش هيبقى عبيط؟ انا هقولك على حاجه يا نادر، مروان استحاله يرجع مصر. ادينا بنحاول يا هايدي، يعني هنعمل ايه تاني؟ ولما كل المحاولات دي تبوظ انا اللي هترمي باقي عمري كله في السجن. ما تخافيش يا بنت جول، انا عمري ما هسيبك برضه تتسجني بعون الله. وبعد اذنك ابو طالب بيه، انا محتاج حضرتك تروح للاستاذ ماجد محمود المحامي بتاع مروان. ماجد ده ازبل محامي في مصر، ومع ذلك انا بحبه. عايزني اقول له ايه؟ هتقول له ان الدكتور نادر عارض عليك اجراءات مهمه جدا بالنسبه لك في القضيه، وان هو ما رضيش يتصل بيك مباشره عشان ما تقلقش، وخد الطريق الرسمي عن طريقي باعتباري المحامي بتاعك، وبيقول لك خد كل ضماناتك لتامين نفسك، وهو هيسافر لك اليونان مخصوص علشان يقعد معاك مش اكتر من نص ساعه، هيشرح لك فكرته عن الموضوع في المكان والزمان اللي انت تحدده. يا صباح الفل يا شيخ العرب. صباح النور. ايه الاخبار؟ كل خير ان شاء الله. المصلحه كده شكلها فرفرت، وما نبش الواحد بس غير النسوان الملونه اللي شافها والعلقه اللي كلها بالف هنا. يعني يا كبداكي، ما يكفيك انك تعرفت علي انا؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا شيخ العرب؟ ده كلام؟ ده انت الحسنه الوحيده في ام الليله السوداء اللي انا فيها دي، ده معرفه الرجال كنوز. عشان كده بقى انا عاوزك ايه؟ تبعتني ها على مصر للي ماسك الشغل عندك، وقول له يا اللي ماسك الشغل عندي عين كبداكي مدير على كل حاجه. انت تستاهل كل خير. الله يكرمك. وانا حاضر تحت امرك. ربنا يخليك. انا بنفسي نازل مصر، وانا بنفسي اللي اعينك. انت عندك حق. الكبار يتكلموا مع بعض، احنا هندخل الصغيرين ما بيننا ليه؟ صح. وبالطريقة هذه قول على مروان الله يرحمه ساعته حانت، بيموت هني ويندفن هني. اه بس والنبي طول له عمره شوية، لأنه يلزم ناس يخصوني، أول ما يخلصوا مصلحتهم معاه هديك مزد، انقله بقى للرفيق الأعلى. ماشي؟ ماشي، كلامك كله ماشي. حبيبي دكتور نادر بنفسه موجود عندنا في اليونان. ازيك يا مروان؟ الله يسلمك. طب كنت اقول لك كنا عرفنا نعمل لك حفله ولا حاجه، بس انت اكيد عازم، بس انا عارف مفيش وقت يعني. معلش نبقى نعملها لما نرجع مصر. انت فاكر ان انا كلمتك عشان خاطر انا بفكر ارجع مصر؟ لا خالص والله، انت اللي كلمتني وحددت الميعاد، يعني اكيد عندك حاجه عايز تقولها. اه فعلا عندي حاجه عايز اقولها. وحشتني. كان بقالي كتير ما شفتكش ونفسي اشوفك. وبعدين ما تنساش يا دكتور نادر ان انت من العملاء المميزين عندنا، ولازم اقدم لك خدمه ما بعد البيع على اكمل وجه. الا صحيح، اخبار هايدي ونجوان ايه؟ كويسين؟ كويسين. بس انت فعلا لو عايز تقدم خدمه بتهيألي يعني لازم تقدمها لنفسك. انت اخدت الفلوس صحيح، بس حابس نفسك في دولتين ثلاثه ما تقدرش تخرج منهم، والانتربول عينه عليك في كل حته. يعني بتهيألي انك كل اللي عملته كبرت الزنزانة شوية. الغريبة بعد كل اللي أنا عملته وأنت شفته، عندك اعتقاد إنك شايف حاجة أنا مش شايفها، والكارثة إنك عايز تقنعني بيها. الكلام ده مش مظبوط يا مروان. أنا كمحامي جاي أعرض عليك عرض، والله وافقت عليه كان بها. ما عجبكش العرض أنت حر، مش هتخسر أي حاجة. انت عارف ايه المشكلة يا نادر؟ انك بتعمل الحساب زي التلامذة بتوع المدرسة، يعني بتقول واحد زائد واحد يساوي اتنين، واتنين في الزمن ده ما يعملوش اي حاجة، لا يأكلوا ولا يشربوا ولا يسفروا ولا ينزلوا ولا يطلعوا ولا يعملوا اي حاجة خالص. واحد زائد واحد لازم يساوي في الزمن ده مليون، او عشرة مليون، مية مليون، مليار. لو اعترفت بده صدقني هقول عليك شاطر في الحساب. برافو برافو نادر، برافو نادر. طب انسى كل الكلام ده بقى وحل الفزورة السهلة دي. تاخد 50 مليون دولار بطريقة غير قانونية، تعرض نفسك للمحاكم وللحبس، تفضل هربان في دولتين ثلاثة مش قادر تخرج منهم. أحسن
ولا تاخد 25 مليون دولار بطريقة قانونية شرعية، تقدر ترجع بلدك وتروح أي بلد في العالم معزز مكرم، تقدر تستثمر الفلوس وتكبرها زي ما انت عايز. تختار يا مروان. والله بص، أنا من نوع القنوع، وعارف دايماً أنه أي مكسب لازم ليه ضريبة، وإذا كانت ضريبة الخمسين مليون هيبقوا أن أنا أعيش مالك في اليونان، ما أظنش أنها ضريبة واحدة. الأحلى بقى في رأيي أنه تواضع، ترجع 25 مليون دولار للبنك وتاخد براءة من القضية فوري، ترجع مصر معاك ال 25 مليون دولار بتوع هايدي مقفولين كاملين شرعيين. طبعا انا مش بعمل الكلام ده علشانك يا مروان، الكلام ده لمصلحه هايدي، بنت الغلبانه هتخرج من القضيه وما تتحبس، فلوس هتبقى معاك تقدر تستثمرهم بالطريقه اللي انت عايزها وتكبرهم زي ما انت عايز. طب وانا ليه اخسر؟ انت مش هتخسر، انت هتشتري حريتك، هتشتري نص فلوس نص على التاني. الفلوس كلها معاك صحيح، بس ما تنساش فلوس عليها مشاكل وقضايا ووجع قلب، يعني مش بتوعك. القرش مبصوص فيه. أنا مخلص كل الإجراءات مع البنك ومع النيابة. يعني مثلا لو فكرت إنك بكرة الصبح ترجع الـ 25 مليون دولار للبنك، تلقائيا هتلاقي اسمك اتشال من على قوائم ترقب الوصول ومن الإنتربول. ساعتها بقى تقدر ترجع بلدك براحتك، ممكن تنزل شوية أخبار في الجرايد إنك كنت متعسر مالياً وإنك حليت مشاكلك مع البنك، وتعيش حياتك، تعمل القناة بتاعتك لو عايز، ترجع لنجوميتك يا نجم. وأنا إيه اللي يضمن لي الكلام اللي أنت بتقوله؟ تليفون صغير قوي للمحامي بتاعك، قول له يتابع كل الكلام اللي أنا قلته ده. والله كلامي طلع مظبوط وصح. الكرة في ملعبك، نفذ.